Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبة طلبات صف الثالث الإعدادي يلا نكمل المحافظات بتاعتنا ومع المحافظة رقم 9 ودي محافظة البحيرة. تعال نشوف السؤال الأولاني. We'll finish the following dialogue. ياسمين meets نشوى who has just bought a new mobile. يعني ياسمين لسه مقابلة نشوى اللي لسه شارية موبايل جديد. فياسمين بتقول لها what a nice mobile, when did you buy it؟ بتقول لها ده موبايل جميل قوي, انت اشتريتيه امتى؟ فالمفروض اشوف الاول في زمن ولا لا, عشان لو كان في زمن اجيبه, ما فيش يبقى اكتب اي زمن. فهنا مش هلاقي زمن فهقول last week. يعني ايه last week؟ last week معناها الاسبوع الماضي. تاني last week معناها الاسبوع الماضي. فبتقول لها 1000 pounds. هنا اكيد بتسالها عن السعر, فاذا هتقول لها how much. انا بسال السعر بهاو ماتش وبعدين اجيب وراها از او ار على حسب مفرد او جمع. هنا موبايل فهقول از ات. تاني هاو ماتش از ات يعني كم سعره. قالت لها 1000 pounds, قالت لها اتس نوت اكسبنسيف, ده مش غالي. كان يو كام وذ مي تو باي وان فور داد, ما تيجي معايا نشتري واحد لبابا. فاكيد هتقول لها اوف كورس, يعني اوف كورس ها بالطبع. بتقول لها تيجي معايا اشتري واحد لبابا, يعني قالت لها شور اوف كورس سيرتلي. فبتسالها سؤال قالت لها وي كان جو ذيس ايفنينج, يعني ممكن نروح هذا المساء. فاذا هتقول لها وين كان وي جو. تاني وين كان وي جو يعني امتى نقدر نروح. تاني وين كان وي جو يعني امتى نقدر نروح. قالت لها وي كان جو ذيس ايفنينج. تعال نشوف يلا السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول رايت وات يو would say in each of the following situations. نمبر 1 بيقول يور سيستر اولويز ستيز اب ليت, يعني اختك دايما بتصحى متاخر او اختك دايما بتصحى متاخر. فاكيد هقول لها يو, هنصحها طبعا, يبقى يو شودنت ستاي اب ليت. طبعا اي طريقه من طرق النصيحه, يعني ممكن اقول if I were you I wouldn't stay up late, if I were you I wouldn't stay up late, I advise you not to stay up late, my advice to you is not to stay up late, you had better not stay up late. أي طريقة من طرق النصيحة هتبقى صحيحة. طيب تعال نشوف number 2. بيقول لي you are asked how you felt when you saw a snake in your bedroom. طبعا بيقول لي أنت اتسألت يا ترى كان إيه شعورك لما شفت ثعبان في حجرة النوم بتاعتك. أكيد هقول I felt very frightened, يعني طبعا كنت ايه, كنت مرعوب. تاني I felt very frightened يعني انا كنت مرعوب. نمبر 3 بيقول you are invited to a wedding party you like it, حبيته يعني ان انت هتوافق انك تروح. فهقول طبعا I'd love to or I'd love to come, I'd love to come يعني احب اجي طبعا, I'd love to come. تعال نشوف القطعة بتاعتنا. بيقول لي I'm greatly interested because it's very useful and necessary in our daily life, so It's my favorite hobby. طبعا هي ضرورة في الحياة اليومية, عشان كده هي هوايتي المفضلة. We should read a lot of different books during our free time. لازم نقرأ كتب كتير أثناء وقت فراغنا, in our free time, to increase our knowledge, عشان نزود المعرفة بتاعتنا. We can get much information that helps us make our life better and easier. طبعا لازم نحصل على معلومات كتيرة اللي بتخلي ذات, يبقى ذات دي عايدة أكيد على المعلومات. helps us make our life better, بتساعدنا ان حياتنا تبقى اكثر سعاده افضل, and easier واسهل. we should encourage يعني لازم نشجع our pupils to go to the school library, ان هم يروحوا مكتبه المدرسه, to read and borrow books, عشان يقروا ويستعيروا كتب. although we are living in the age of modern technology, طبعا بقول بالرغم ان احنا بنعيش في, طبعا age دي معناها عصر, في عصر التكنولوجيا الحديثة, most people prefer reading printed books, يعني معظم الناس بتفضل قراءة الكتب المطبوعة, which they can carry with them anywhere, يقدروا يشيلوها معهم في أي مكان. We have computers, عندنا كمبيوترات, laptops, وكمان laptop, and the internet at homes, and in our schools, في المدارس, but our best friend is still the printed book, يعني صديقنا الحميم هو مازال الكتاب المطبوع. Books should be cheaper and the school libraries must be open during the summer holidays. طبعا الكتب المفروض تكون أرخص من كده, وكمان المكتبات العامة المفروض تفتح أثناء أجازات الصيف. تعال نشوف السؤال الأولاني. السؤال الأولاني بيقول لي Why should you read books, يعني ليه أنت المفروض تقرأ كتب. طبعا شكل ما قال لنا في القطعة هقول To
increase increase معنى يزود our knowledge يعني عشان نزود المعرفة بتاعتنا to increase our knowledge. طب تعال نشوف السؤال الثاني بيقول لي when does the writer ask you to read؟ يا ترى الكاتب بيطلب منك انك تقرا امتى؟ when هقول طبعا in our free time. in our free time يعني في وقت فراغنا. تعال نشوف السؤال الثالث بيقول لي do you think that one day there will be no printed books؟ طبعا هل تعتقد ان في يوم من الايام مش هيبقى فيه كتب مطبوعه؟ اكيد هقول no طبعا مش ممكن. ليه؟ اكيد هقول because لان many people يعني في ناس كتير بتفضل prefer بتفضل reading يعني قراءة printed books اللي هي الكتب اللي يا حبيبي الكتب المطبوعة as they are easy to carry طبعا سهل انك تحملها في اي مكان. تعال نشوف number 4 بيقول لي the underlined pronoun that refers to احنا قلنا حبايبي that دي عايدة على information على المعلومات. طيب تعال number 5 بيقول لي the word age احنا قلنا age هنا معناها عصر. طيب مين اللي بيدينا عصر او وقت هنا؟ اكيد كلمة time. تعال نشوف يلا اسئلة الريدر بيقول لي ginger عارفين ان كان عندها sad face so had a sad face. The next mirelegs عارفين ان mirelegs ده كان الحصان اللي هو القصير ده التخين وكان بيخلي الناس تضحك بسبب المشي فبالتالي هقول mirelegs made the people laugh at the way he walked يعني كان بيخلي الناس تضحك من الطريقه اللي بيمشي بيها. Number 3 black beauty طبعا احنا يعني عارفين black beauty always followed his mother's advice يعني دايما كان بيتبع نصيحه مامته. Number 4 gordon طبعا عارفين square gordon treated his horses gently يعني كان بيعامل الحصانه بتاعته او الخيول بتاعته بشكل لطيف. تعال نشوف number 1 بيقول لي horses can feel danger give one example يعني بيقول لي ان الخيول بتستطيع ان تشعر بالخطر give one example. طبعا المثال اللي انا هديه هنا هو المثال بتاع بلاك بيوتي لما شعر ان في خطر لما كانوا هيعبروا الكوبري يبقى هقول بلاك بيوتي felt danger شعر بالخطر when he was about to cross the bridge يعني شعر بالخطر لما كان على وشك ان هو يعبر الكوبري او ممكن اقول black beauty felt that something wrong with the bridge when he was crossing it لما كان هيعبرها او when he was about to cross it يعني لما كان على وشك ان هو يعبر. Number 2 بيقول do you think that people must hit animals طبعا اكيد هقول no why because لان they have feelings يعني الحيوانات دي برضو بيبقى عندها مشاعر they're not machines يعني اكيد هي مش آلات. تاني they're not machines يعني هي مش آلات. تعال نشوف يلا التشويس بتاعتنا بيقول all people are talking about the written about your last film طبعا هنا كل الناس قالت اكيد المقالات النقدية اللي مكتوبة عن الفيلم بتاعك يبقى review. The next people who go often sleep in tents يعني الناس اللي بتروح ايه بتنام في خيم اكيد go camping وقلنا go big وراها verb plus ing. In Sinai في سينا women النساء usually wear traditional طبعا بيلبسوا traditional costumes وقلنا الكاستيومز اللي هي الملابس. The next the little boy invents things of his own يعني بيخترع الاشياء لوحده he is اكيد he is genius وقلنا genius معنى عبقري. The next There are eight that go round the sun يعني في 8 ايه بيدوروا حوالين الشمس طبعا اكيد 8 planets خلي بالك وقت تكتب planets planets يعني كواكب. Number 6 بيقول لي this short story يعني القصه القصيره دي is a in simple English طبعا هنا كلام مبني مجهول يعني مكتوبه يبقى اذا is و are هيجي وراها past participle يعني تصريف ثالث فهقول is written is written. تعال نشوف نمبر 1 بيقول لي اتس unnecessary خلي بالك ده مش necessary دي unnecessary for him to lose weight يعني من الضروري ليه خلي بالك لمين لان لازم اعرف ضروري لمين ان هو يخس او ينقص في الوزن.
هو هنا بيقول لي استعمل هاف تو، فالناس هتستغرب هي هي بتاخد هاف، هقول لك لا ما هي بتاخد هاز، بس المفروض هنا بيقول لي unnecessary يعني الكلام ده مش ضروري، يعني الجمله دي هتبقى منفيه. فاذا هبدا ب هي، طب ليه هي؟ عشان هم، يبقى هي doesn't have to lose weight، يعني هو مش مضطر ان هو يخس او يقل في الوزن. I gave her a ring، يعني انا اديتها خاتم، so she thanked me. واللي استعمل for، طبعا انا عارف ان for بتيجي مع thank، بس بجيب وراها السبب اللي عشانه الشخص شكر شخص اخر، فعشان كده هقول she thanked me، يعني هي شكرتني for. طب for بيجي وراها ايه؟ عارفين ان for بيجي وراها gerund، يعني الفعل بلس ing، فعشان كده هقول she thanked me for giving her a ring، يعني هي شكرتني عشان انا اديتها خاتم. تعال نشوف نمبر 3، واللي the cat which has black hair as ours، يعني القطه اللي عندها شعر اسود مالها؟ قال لي ملكنا. بقول استعمل هوز، يبقى الفكره كلها ان انا عايز اقول القطه اللي شعرها اسود. طب هقولها ازاي؟ هقول the cat، طبعا هنا هوز لازم تيجي على طول بعد the cat، فاذا هقول the cat هوز. طب ايه هنا اللي ملكها؟ اكيد الشعر، فلازم اقول هوز هير. طيب هقول ماله؟ is black، يعني القطة اللي شعرها اسود. تاني the cat whose، whose هيجي وراها الحاجة اللي ملك القطة اللي هي الشعر، فهقول the cat whose hair. طبعا حاصف الشعر يبقى لازم اجيب verb to be، فاذا هقول the cat whose hair is black مالها؟ هقول is ours، ملكنا. يبقى تاني the cat whose hair is black، يعني القطة اللي شعرها اسود، is ours، ملكنا. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يوصلك بقية الامتحانات ان شاء الله. وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.